السلام عليكم، مرحبا محب النباتات، أهلا بكم. اليوم سنأخذ جولة قصيرة فوق سطح المنزل مع النباتات الجميلة ومع أنواع نباتات الزينة ومشتل الصغير على سطح المنزل. هذا الفيديو تلبية لرغبة إحدى المشتركات الكريمات لنتعرف على أنواع نباتات فوق سطح المنزل. هذه الأنواع الجميلة يمكنكم غرسها بسهولة في أواني لمن لم يمتلك حديقة. سنتعرف على بعض النباتات الجميلة، نباتات الزينة وبعض المزروعات كذلك فوق سطح المنزل. كل هذه النباتات موضوعة في مكان مظلل لحمايتها من حر الصيف. في هذا المكان وضعت الكثير من الشجيرات الزينة وشجيرات المثمرة أو الأشجار المثمرة عفوا، مرستها في أصوص فقط فوق سطح المنزل، مرستها في أواني مؤقتا ثم أغير لها الإناء إلى برميل كبير. يمكن أن نضع لهذه الأشجار الصغيرة، نضع لها تسميد عضوي هكذا باستعمال قارورة هذا الشكل. نضع فيها بقايا القشور الفواكه والخضار. ما شاء الله، ها هي بدأت تنمو أوراق جديدة. هذا نبات البقية ما زال يزهر. أما المزروعات فهي في أحواض هكذا، أحواض من الخشب. زرعت فيها بعض من النباتات الصيفية كالطماطم والملوخية، وهذا نبات اليقطين ما شاء الله، طبعا يذيق المكان. قطعت برحم الطرفي هنا حتى لا يمتد النبات كثيرا، نبات زاحف. هذه الأزهار المذكرة، وهناك أزهار مؤنثة كذلك، نبات اليقطين، نباتات الملوخية، نباتات رائعة سهلة الزراعة وتنمو بسهولة. هذه كلها أزهار نبات السلق، بدأت تجف تحولت إلى بذور بعد أن يبدأ جفاف هذه الأزهار. ندخلها داخل كيس ونربط من هنا حتى لا تسقط البذور في كل مكان. هذا الخس كذلك، وهذا الحوض الثاني، حوض الملوخية كذلك ما شاء الله. بالنسبة للطماطم بدأت تجف وما زالت تعطي بعض الثمار. سننتقل إلى هذا الحوض، طبعا لاستغلال المكان زرعت الملوخية كذلك هنا مع نباتات الطماطم، زراعة مختلطة طبعا، فقط استغلال المساحة ولضيق المساحة كذلك. هذه الطماطم بدأت تجف، أعطت كثير من الثمار ما شاء الله، وما زالت هناك ثمار أخرى. ها هي ما زالت تعطي بعض الثمار، وبعدها سأقوم بقص هذه النباتات وأترك المجال لبذور الملوخية. هذه بذور منبتة أو لنباتات الملوخية وشتلات الملوخية. هذه أيضا شتلات ملوخية في حوض هنا، حوض صغير أو إناء صغير. هذا البقدونس دائما يتم رش هذا النبات في الليل وريده في الليل، وحش بعض الأوراق، حصاد الأوراق وتنمو أوراق جديدة. ما زالت ثمار أخرى هنا،
طماطم. زرعت الملوخية في كل مكان. ها هي نبتة الملوخية ان شاء الله. بقدونس ان شاء الله. هناك شجيرات اخرى او هذه شجرة الاسكيدينيا او الاكيدينيا او البشملة كما يسميها اخوتنا المصريين. النباتات سهلة النمو او الاشجار سهلة النمو، فقط قرستها من بذرة او زرعت بذرة اسكيدينيا في العام الماضي. انظروا كيف اصبحت ما شاء الله. سنقلها الى برميل اكبر في الاوقات الشتوية او في الشتاء في اوقات السبات. وهذه شجرة الكيميكوات او سميها نحن محليا الشوينة، عبارة عن برتقال صغير، برتقال ياباني صغير ما شاء الله. حصلتها من مشتل هذا العام فقط. ان شاء الله ستعطي ثمارها. تعتبر من النباتات التي او تعتبر من حمضيات التي تعطي انتاج كبير او محصول كبير من الثمار وعدد كبير من الثمار. الكيميكوات الرائعة. سنكمل جولتنا في حديقتي الصغيرة ومشتلي الصغير. تعرف على بعض الانواع. هذه نباتات الزينيا بعد ان ازهرت وجفت الازهار، وسأجمع منها البذور. وشجيرات زينة مثل القحوان، نباتات معمرة والعطرشة وجيرانيوم. هذا نبات مسك الليل ما شاء الله، كان عقلة ونجحت أصبحت شجيرة. وهذا نبات عطري، نبات الغار ما شاء الله. هذه جهنمية والتيكوماريا. انظروا إلى التيكوماريا، رغم أنها نبات مقاوم للحرارة لأن أوراقه كثير من الأوراق احترقت من شدة الحرارة. هنا في الأسفل نباتات الجازانيا وبوخنجر. هذا هو حال النباتات في فصل الصيف. هذه بذرة فلفل، انظروا أصبحت شتلة. اتركها في هذا المكان، لا يجب نقلها في هذا الحر. هذا نبات الزينيا، هذا لون رائع لنبات الزينيا، لون رائع. العصريات من أسهل النباتات كثارا. عقد اللؤلؤ من العصريات الجميلة، يمكن إكسارها بسهولة. هكذا نضعه في التربة وينجح نموه. هذه كلها عقل ناجحة لنباتات العصرية ككالانشوار فوديك والشفيرية. طبعا أنا مضطرة لوضع العصريات في هذا المكان لحمايتها من الحرارة الشديدة، خاصة مثل هذه العقل الصغيرة. نباتات الكراسولا هذه كلها تم إكثارها من أوراق وعقل. الكراسولا تم إكثارها من الورقة وعقل الشفيرية ودموع الطفل. وهذه خلفة كرانشوا مرمري وصبريات كذلك. وهذه تم اكثارها من لوح لنبهات اذن الارنب وصبار اذن الارنب. وهذا صبار عمة القاضي. كما ذكرت اضطررت لوضع هذه العصريات في هذا المكان اسفل هذه الاسس لحمايتها من الحر الشديد. كلها موضوعة في الداخل هنا. ها هي
القصرية الجميلة. ها هي ان شاء الله اشكال هذه القصريات. وضعتها في هذا المكان المحمي حتى يمر عليها الصيف بسلام. في الخريف سنغير لها المكان. هذا نوع من الكلانشو. ها هي أوراق الشفيريا بدأت تعطي نبوات. أكثر ناجح للشفيريا. أنواع أخرى هنا من القصريات. أفضل النباتات يمكنكم إكثارها في الصيف وفي أي وقت هي العصريات. وعمل مشتل صغير للعصريات الجميلة. أسهل مشتل يمكنكم عمله هو مشتل العصريات، خاصة في فصل الصيف، فصل الاستجمام والرحلات والجولات. يمكنكم ترك القصريات بضعة أيام ولا خوف عليها، لأنها نباتات مقاومة للعطش والجفاف. الصبريات كذلك إن شاء الله. في فصل الصيف يجب أن نتفقد نباتاتنا في كل وقت، سواء في الصباح الباكر أو في منتصف النهار أو في المساء، لا نغفل عنها. نباتات جميلة تحتاج إلى رعاية خاصة في فصل الصيف. هنا وضعت كل الصبريات والعصريات. نباتات جميلة. وهذه عقل عصريات وصبريات. هذه طماطم الكرزية ما شاء الله. وصبار الألوفيرا ما شاء الله. وهذه كلها خلفات الألوفيرا. حتى صبريات الألوفيرا يجب وضعها في مكان مظلل خلال هذا الصيف الساخن، حتى نحصل على ألوفيرا خضراء إن شاء الله. هنا شتلات كثيرة. هذه شجرة الزنزلخت كثرتها من بذرة ما شاء الله كبيرة. في هذا الركن وضعت نباتات العطرية. هناك شجيرات عطرية وهناك الأعشاب ونباتات المعمرة، ومنها هذا النبات أو عشبة زعتر أو برتقوش والنعناع. وهذه كلها عقل ناجحة لنباتات عطرية. يمكنكم عمل مشتل وحديقة صغيرة ومشتل صغير فوق سطح المنزل أو في حديقة المنزل. من امتلك حديقة فقد امتلك كنز فعلا من عالم أخضر جميل، عالم النباتات الرائع. أشكركم على المشاهدة وإلى اللقاء.